السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بتواصلي معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضعنا فيما يتعلق بالنظام القانوني للتاجر، وسنعرض في حصتنا هذه موضوع تحت عنوان العوارض المسببة لانعدام الأهلية. وهذه العوارض المسببة لانعدام الأهلية شفناها كاستثناء لما إن لم تتحقق أن يتحقق اكتمال الأهلية، من بعد ما شفنا شروط اكتساب صفة التاجر وشروط توفر الأهلية التجارية عند وضعية الراشد، فهنا كيعطينا واحد العوارض هي مسببة لانعدام هذه الأهلية. يعتبر الجنون العارض الوحيد الذي يطرأ على الأهلية، بحيث يصبح الشخص عديم الأهلية بالرغم من بلوغه سن الرشد إذا كان مجنونا أو أصبح كذلك. ويمكن تعريف الجنون بأنه ذلك الخلل الذي يصيب الشخص في عقله، فيعدم لديه حسن الإدراك والتمييز ومعرفة ما يدور حوله من أمور. والجنون يمكن أن يكون مطبقا يستغرق كل الوقت، أو يكون متقطعا حيث تعتري الشخص المصاب بالجنون فترات يؤوب إليه عقله فيها. وفي هذا الصدد فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 217 على أنه يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها. وحماية للمجنون ولمن يتعامل معه، فقد وضع المشرع ضوابط لاعتبار الشخص مجنونا، ذلك أنه في الحالة التي يكون فيها الشخص مجنونا قبل بلوغه سن الرشد، يرفع النائب الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك سائر وسائل إثبات الشرعية حسب المادة 219 من مدونة الأسرة. أما في الحالة التي قد يصاب فيها الشخص بالجنون بعد بلوغه سن الرشد واكتمال أهليته، فقد نصت المادة 220 من مدونة الأسرة على أنه تحجر عليه المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالته بذلك، ويرفع عنه الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب، وذلك بطلب منه إذا أنس من نفسه الرشد، كما يحق ذلك لنائبه الشرعي حسب المادة 218 من مدونة الأسرة. ونظرا لما يمكن أن يترتب من آثار وخيمة عن عدم علم الأغيار بسقوط الأهلية بسبب الجنون، فقد أوجب المشرع في المادة 43 التصريح من أجل التقييد في السجل التجاري بالمقررات القاضية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية. ومتى صدر الحكم بالحجر للجنون اعتبرت تصرفات المجنون باطلة ولا تنتج على أي أثر. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد على أن نرى عوارض المسببة لنقصان الأهلية في الحصة اللاحقة إن شاء الله. كما أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. دمتم في رعاية الله وحفظه. بالله التوفيق والنجاح.